كنتمتع انني نشوف اقليم الحمد لله كيزدهر يعني جديده. تنورت بزاف فهاد العقد هذا العشر سنين هذه يعني ثقافيا واعلاميا، ولا المهرجان ديال المسموعين عالميا الحمد لله، وكيستقطبوا هذا كيفرحني. انا ماشي من اقليم جديده، مي كنفتخر بدكالة وناسها، لان كاين طاقات السيد العميل والطاقات الفعاليه ديال البلاد واللي خارجين من البلاد اللي جاو هنا خدموا البلاد ما شاء الله عليهم، الله يعاونهم، الله يكثر مثلهم هاد الرجال هادو اللي في المغرب ويطلع لنا هاد الناشئه ان شاء الله. فرحت بزاف نشوفهم ان شاء الله، كاين نتيجه ان شاء الله للاقليم الجديد. خصني نغني شي وقيله شي حاجه على اقليم جديده، شي حاجه بدكاليه. كنقول لهم كل عام هما بألف خير، هما والأمة ديالنا الإسلامية والعالم والإنسانية كلها. أنا كان فرحان بهم، أنني اللي كيحبني فرحان به، واللي مازال ما كيعرفنيش أو مازال ولا ما كيحبنيش نتمنى أنه يتعرف عليا من خلال هاد المهرجانات ديالكم، باش نزيد نتقرب منهم، نزيد نعطيو أنني الجديد. اللي قلت لك الجديد هو أنني كنبحث أنا في الموسيقى العريقة ديالنا التقليدية، وكنحاول نجدد فيها، كنزيد الحان ديالي او كلمات ديالي او توزيع، لانني كنفتخر بالتراث ديالنا وما نكرهش ان شاء الله في لي سينجل ديالي اللي طالعين يطلع ان واحد اللمسه نتاع الدكاليه فيها ان شاء الله. ان شاء الله اشواقع راكم مزيانين، ماشي مزيان الحمد لله، راكم حاضرين اشواقع الباز. الله يوفقكم ان شاء الله، مزيد من الاستمراريه ان شاء الله، وتنتشر ديالكم العالم العربي، علاش باش تعرفوا لنا المشعل. ما نخافوش، لان الجريده تمشي ان شاء الله مزيان، تمشي ولا سيما ان دابا النت ولا مهم، اذا ولينا محتاجين لكم بزاف، نعرفوا الخبر السريع والخبر في اي مكان، يعني المراسل في اي بلاصه. الله يوفقكم، الله يوفقكم ان شاء الله ويرضي على الجميع، وان شاء الله تحت رعايه سيدنا، الله يخلي بلادنا دائما امنه ان شاء الله.